قليل. جمع المذاقي مع الغذاء يعطيك نشاطاً ونجاح ويعينك بدراستك. لا لا تدع شرب الحليب. تحدي الإبداع. أهلاً بكم في اليوم الثاني من تحديات عبقري زمانو. ومع التحدي الثاني، تحدي الإبداع، على كلا المتسابقين بعينين مغمضتين أن يجعل لوحاتهم مطابقة لما خلف الستار. في الطرف الأول لدينا ملك الألوان، مبهر الأكوان، دافنشينو الفنان. وفي الطرف الآخر أرسمك بمهارة فائقة. أغلق العيون. المتسابقان يرسمان بحماس، ونهاية التحدي قد اقتربت يا ناس. والآن سيفتح المتسابقان عيونهما لخمس ثوان قبل انتهاء التحدي. ليبو، أعطي حليب المراعي للبيب. الأمور صريحة وواضحة، اللوحة الجميلة والناجحة هي لوحة لبيب. شرب الحليب سر اللبيب. التحدي القادم، روبوتانو الخبير في مواجهة لبيب شريب الحليب.